والسلام عليكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. سياره جديده ان شاء الله هذه المره، فيديو جديد ساندي روستيكوي 2021. كما شفتوا هذا هو تقديم اللي درت في الفيديو، ولكن هذه الاخوان راه السيارات تبعت الله يسخر، كانت في نصيب واحد متربيه عيط للطوموبيل ودا الطوموبيله ولقاها كيما بغاها وقدا فيها الغرض، الله يسخر له الله يدخلها له بالخير ان شاء الله. هذه سياره زوينه بزاف والله عجبتني، وحتى داك السيد جا شاف الطوموبيل عجباته وقدا فيها الغرض. هذه مشات ب 14 الاخوان ونص اللهم بارك، ولكن السياره كتستاهل، السياره كتستاهل بصراحه. يا الله نتمنى ان شاء الله انه اي واحد عجباتو سياره بحال هكا باش يعرف الثمن ديالها في السوق شحال فاش كيكون، ولكن في الكيلومتراج والعام ضروري يعرف هذه المسائل هذه. اللهم بارك ان شاء الله. نمشيو للكيلومتراج نشوفوا، راه دوزنا لها الكيلومتراج ديالها ولقيناه ريال، هذا الشيء كيلعبوا في الكيلومتراج الناس، ولكن هذا الشيء كندوزو عاد كنشارك معكم السياره. وكما قلت لكم كنقلبها عاد كنشارك معكم السياره، حيت ما تشوفوا النقاء وتشوفوا هذا الشيء هذا، حيت كاين بعض المرات كتكون عندنا النقاء ولكن كتلقى السياره دايره كسيده ولا شحريك القرقع القرقع ديال بصح تجي لك شريك بربعه. شوفوا السياره النقاء ديالها كيداير، شوفوا النقاء ديالها كيداير، والله تحس بها واش دايره امارش، والله ما تقول واش دايره امارش. راه الموتور فيها الموتور ماشي ديال 95، شوفوا فيها موتور ديال 102، موتور ديال بصح كاين فيهم اللي كيكون فيهم هذه دابا ديال اكسبريسيون اكسبريسيون بلس، كيجيبوا ديك الكارطا ويجيبوا بحال هادشي هذا اللي كيجيبوا مثلا بحال هاد لي ليد هكا اي 102 هذا. هذيك كيكون حتى كيكون في الدوستار جديده، كيكون في واحد كاتجر حطيتها مؤخرا فيها نفس حتى هي. اللهم بارك. شوفوا لي بارابول ديالها ما عمرهم تحيدوا من بلاصتهم، بمعنى تعرفوا واش تشوف ها 2021، بمعنى السيارة ما عمرها دارت شي اكسيدون من هنا ولا من هنا، ها هي عاود ثاني هنا 2021. شوفوا هنا